قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجًا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. نعم، هذا حديث أيضًا عظيم يدل على أن بعض الأعمال لا ينقطع أجرها بالموت. فمن خرج حاجًا فمات، يعني لم يقضي نسكه، كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، يعني يبقى الأجر والثواب إلى يوم القيامة يجري عليه في قبره. ومن خرج معتمرًا فمات، كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. وفي هذا تسلية للذين فقدوا أحباب لهم وأقارب ممن ذهبوا إلى الحج أو العمرة، حصل لهم حوادث في الطريق فماتوا، تسلية مثل هذا الحديث، ما هم فيه من الأجر والثواب يمكن لو طلبوه ما حصل لهم ذلك، فالله تعالى اختار لهم مثل هذا الأجر والثواب. ولذلك هذا يسلي أهل الأحزان، يسلي أهل الحزن والأسف على فوات هؤلاء الذين يحبهم، أن الله عز وجل عوضهم خيرا، فأجر لهم أعمال، فأجر لهم أجر أعمال الحج والعمرة إلى يوم القيامة. وكذلك من خرج غازيا فمات، خرج غازيا فمات، كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذه بشارة أيضا، بشارة للأمهات والآباء اللي فقدوا بعض أولادهم. وأنا أعرف أناس أولادهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، في يعني ذهبوا إلى ضمن قوات التحالف، وفي الطريق توفوا، يعني تقول لامرأة ما عندي إلا ولد واحد وتوفي، فأسليها بمثل هذا الحديث بأن هذا الولد اختار الله عز وجل له أجر عظيم جدا، هو ذاهب للجهاد في سبيل الله وفي الطريق حصل له الحادث فمات. هذا في نعيم، يعني المفترض أن الأم تفرح لولدها، لأن مثل هذا الأجر ومثل هذا الثواب لا يمكن أن يناله أي أحد، ما يناله أي أحد، هذا اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى.